مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوربة العدس على الطريقة اللبنانية. عنا زيت نباتي، كوب عدس كبير غسلتهم وصفيتهم، ملعقة طعام زبدة، ربع ملعقة صغيرة عقدة صفرا، نص ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة كمون، بصلة حجم وسط قطعتها بهيدا الشكل، مكعب ماجي وبقدونس مفروم ناعم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، بحط زيت نباتي، كمان البصلة، بقليها شوي على الغاز، بس قلت البصلة بهيدا الشكل. هلا منحط العدس، كمان مي، بسم الله. حطيت حوالي لترين مي، هلا بحركن بتركن ليغلي العدس والبصل مع بعض. بس صار في قشوة خفيفة على الوجبة هيدا الشكل بشيلها. كمان بحط الزبدة، البهارات، ماجي والبقدونس، بحركن شوي، بخفف الغاز شي خفيف، اذا الغاز على درجة حرارة 6 بنزله للخمسة، بتركن يغلو مع بعض. بعد حوالي نص ساعة بس استوى العدس وصار بهيدا الشكل، هلأ منطفي الغاز. هيدا الشكل النهائي للشوربة، واذا حبينا ننعمها هلأ منشوف مع بعض بس تصير ناعمة. هيدي بعد ما نعمناها، هلأ صارت جاهزة الشوربة للتقديم. هيدي شوربة العدس اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو جاي. باي باي.